وإن شاء الله محاضرة موفقة في استخدام التصميم البارامتري في العمارة الإسلامية. اتفضل يا دكتور. شكرا باشمهندس، ربنا يبارك لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلكم. بشكر مهندس عمر سليم على الدعوة في أسرة بيم أريبيا. مهندس عمر هو أخ وأستاذ لنا كلنا وقدوة بنقتدي به في عطائه المستمر لنشر العلم. ربنا يجازيه ويجازي فريق بيم أريبيا كله على المجهود الرائع اللي بيعملوه. وبشكر الحاضرين، وأتمنى إن شاء الله المحاضرة تكون مفيدة لكم بإذن الله. المحاضرة بعنوان زي ما قال المهندس عمر: استخدام التصميم البارامتري في العمارة الإسلامية. أولاً هعرف إيه هو البارامتريك ديزاين. هو أكيد كتير من الحاضرين يعرفه أو سمع عنه. هي كلمة بارامتريك ملهاش ترجمة حرفية باللغة العربية، عشان كده هوضح معناه وفوائد منه، وبعدين هشرح كيفية استخدامه في التصميمات ذات الطابع الإسلامي، وبدرس بعض الأمثلة اللي موجودة في الشرق الأوسط اللي نجحت في الدمج بين الحفاظ على الهوية الإسلامية في إطار تكنولوجي حديث. وبعدين هقدم تطبيق بسيط لكيفية استخدام التصميم البارامتري مع الهندسة الإسلامية في التشكيل المعماري، وفي النهاية بعض التوصيات للباحثين والمهندسين المعماريين. دلوقتي بنلاحظ بعض الكتل المعمارية اللي لها تشكيل مختلف زي دي، صممها معماريين عالميين زي نورمان فوستر وزاع حديد وغيرهم من الطلبة والباحثين في جامعات مختلفة على مستوى العالم. في البداية، معنى كلمة بارا هي كلمة من أصل يوناني وتعني وجود علاقة معينة زي التوازي في كلمة بارالل. طبعاً التطبيقات في المجال ده بدأت في أواخر السبعينات بعد اكتشاف الألغوريثميك ديزاين، ولكن المصطلح نفسه تم استخدامه في 2007 على يد روبرت وودبري، ومن بعدها نشرت كتب عديدة ورسائل لشرحه. وأيضاً التطبيقات الآن أصبحت تنافسية في المجالات المختلفة، إذا كانت معمارية وتصميم داخلي ونحت وكمان صناعة السيارات والأحذية الرياضية. تعريفه هي عملية تعتمد على التفكير الخوارزمي من خلال تعريف متغيرات ومحددات لعمل قوانين تحكم العلاقات في التصميم. مثلاً لو جينا بصينا لإيد الإنسان، لو حاولت أحرك إصبع هيكون له محددات زاوية معينة ما يقدرش يتعداها، وكمان لما أحركه بيتحرك معاه بعض الأصابع المجاورة لأن في بينهم علاقة. ده بيسمى ده يعني كأنه تمثيل لعملية الكومبوننت اللي بتبقى موجودة في الجراس هوبر. وجود أكثر من كومبوننت بيبني سيستم زي الأنظمة الموجودة في جسم الإنسان، وبتوضح علاقة وأهمية علاقة الجزء بالجزء الآخر وعلاقة الجزء بالكل. كمقارنة بسيطة بين الرسم العادي اللي احنا بنرسمه، لو جيت رسمت نقطة، نقطة بتتحول لخط ممكن أرسم بيها أربع خطوط تعمل مربع. في الحالة دي أنا لو حركت خط منهم بيتحرك بشكل منفصل عن كل ما حوله، لو جيت حركت نقطة برضو بتتحرك كأنها غير مرتبطة بكل ما حولها من الخطوط، لأن هنا مفيش تعريف للأجزاء مع بعضها. لكن البارامتريك ديزاين منظومة متصلة، لو حدث تغيير في جزء واحد أو في زاوية واحدة أو في حركة واحدة بتؤثر على المنظومة كلها. في برامج كثيرة مستخدمة في الموضوع ده، وطبعاً بيم أريبيا من القنوات اللي عرضت كثير من البرامج والبلاجينز الموجودة في جراس هوبر. بعد إدخال اللغات المختلفة زي سي بلس وفيجوال بيزيك والبايثون في التشكيل المعماري على البلاتفورمز المختلفة، كان أنا بدايتي أصلاً في الماجستير ابتديت على جينيراتيف كومبوننتس، هو تبع شركة بنتلي، وده اللي كنت بدأت فيه في الأول، كان برضو بيعتمد على السكريبتينج بشكل أساسي. وطبعاً على مر السنين حصل تطور كبير في البرامج، وحتى أوتوديسك بدأت تعمل له إدراج في برامج زي الريفت والأوتوكاد، لكن بيبقى الأكثر انتشاراً حالياً هو تصميم راينو وجراس هوبر علشان يعمل الكونسبتشوال ديزاين، وما يتبعه من بلاجينز مختلفة زي هاني بي وليدي بوغ للتحليل البيئي، وبرامج زي الكانجرو للتحليل الستراكشر والفيزيكس والأحمال، وبرامج زي ستارفيش وباراكيت، وخصوصاً دي مستخدمة للعلاقات الهندسية بشكل عام
والأنماط الإسلامية بشكل خاص، وغيرها كثير جداً باختلاف استخدامها. لو دخلنا على Food for Rhino هنلاقي يعني عالم كبير من البلوجينز. هو فائدته الأساسية إنه هو بيقدر يجمع عليه البيانات الخاصة بتصميم أو تشكيل مبنى. بقدر أجمع عليه كمان أنظمة مختلفة على قد البيانات اللي بقدر أعمل لها inputs جوه، والسكريبت يكون منظم في الآخر بتديني نتيجة أو زي relationships ما بين components مختلفة، بتقدر في الآخر تديني نتائج لا نهائية غير متعددة. ممكن أختار منهم واحد، تصميم واحد، أو أعمل زي evaluation على أكتر من نتيجة وأشوف أكتر واحدة مناسبة للديزاين كرايتيريا بتاعتي. أصل أي تكوين بارامتري معتمد على نقطة وبيتبنى عليها كل النظام، وبعد الانتهاء لما ببني الموديلينج كله لو غيرت مكان النقطة الأصلية اللي أنا بدأت بيها الموديلينج كل حاجة مبنية عليها بتبدأ تتغير، والأشكال المعتمد عليها كمان. يعني مثلا في المثال ده الخط هنا بيتقسم لمجموعة نقاط، وهي دي مركز للدوائر اللي موجودة، والدائرة دي أنا ممكن أتحكم إذا كانت تكون دائرة كاملة أو مش كاملة زي ما واضح بالكنترولر ده. وبعدين الدوائر دي ممكن أديها رول إنها يتعمل لها لوفت ما بينهم وبين بعض، والسطح اللي النتيجة السطح اللي هينتج لي ده ممكن إن أنا أقسمه بأي باترن أو بأي موديولز أنا محتاجاه. لو جيت غيرت في السطح شكله، غيرت شكل الكيرف الأساسي، غيرت مكان البوينت، كل السطح هيتغير وبالتالي التقسيم كمان هيتغير بالتبعية. ده فكرة سريعة عن البارامتريك ديزاين. هنتنقل هنا لنقطة الهندسة الإسلامية. أنا من زمان عندي شغف بالرياضيات والهندسة بشكل عام، وبدأت رحلتي في البارامتريك ديزاين من 2009. كان أول بحث في مؤتمر أسكاد عن استخدام المراحل التصميمية المختلفة، وده كان برضو جزء من الماجستير المتخصص في تشكيل Office Building Tower. وبعدها حاولت أوظفه في العمارة الإسلامية اللي هي قائمة أساساً على العلاقات الهندسية، فعملت بحث عن العلاقات الهندسية والنسب في المساجد المملوكية بالقاهرة، وبعدين نشرت بحث في مجلة جامعة غازي بتركيا اللي هو ده كان تم استكماله في رسالة الدكتوراه اللي كان فيها جزء كبير جداً معتمد على دراسة العمارة المملوكية الغنية بالأنماط والعلاقات الهندسية البسيطة والمعقدة. بداية البحث كانت سؤال عن كيفية استعارة بعض ملامح العمارة الإسلامية التاريخية أياً كان نمطها أو عصرها. ولما لقيت المثال ده وإزاي تم اقتباس جزء كامل من مدخل مسجد السلطان حسن وإعادة تصميمه بنفس الأبعاد والتفاصيل في مسجد في جدة، بدأت أسأل هل هي دي العمارة الإسلامية الحديثة؟ وهل اقتصرت على اقتباس بغض النظر عن الأبعاد والأحداث والتطورات الحالية الموجودة والبيئة المحيطة للمبنى؟ فبدأت ساعتها رحلة البحث بتاعتي إزاي إن أنا أقدر أقتبس من العمارة الإسلامية ونقتفي أثرها بدون اختزال لقيمتها ولغناها الهندسي. أنا قريت كتير في علاقة الطبيعة والهندسة، وكان ليا زي البايوميميكري، فكان من أهم الكتب الأصل الكتب كلها كان كتاب اسمه On Growth and Form، وده كان من أهم الكتب اللي كان بيشرح النسب في الكائنات الحية، ومش بس كده كمان تتبع سلوك الكائنات وطريقة نموها. وفعلا وجدت أن أكثر الأمثلة في العمارة الإسلامية بشكل خاص والمدن الإسلامية بشكل عام كانت معتمدة على التناغم مع الطبيعة اللي موجودة فيها، وكانت الطبيعة هي مصدر الإلهام الأول مش بس لاستنتاج النسب الجمالية المختلفة زي النسبة الذهبية اللي موجودة في القوقعة أو في بوناتشي، ولكن برضو اعتمدت على تتبع نمو الكائنات الحية زي الأزهار بشكل عام، ممكن الخلايا، التلج، ذرة التلج، فكل ده كان بيبقى ليه انعكاس على الأنماط الهندسية. زي هنا مثلا زهرة عباد الشمس موجودة بشكل المقرنصات، ودي شكل تاني لها. والنتيجة إن التصميم اللي بيبقى ليه
محاكاة للطبيعة، بيعمل انسجام بينه وبين مفرداته، بينه وبين مفردات المبنى نفسه، وكمان مع البيئة المحيطة بيه. في بعض الخصائص للهندسة الإسلامية خاصة العمارة المملوكية اعتمدت على وجود origin، وهو شكل مركزي أساسي، وهو الأصل وبينبت منه باقي الرسم أو باقي فروع زي الشجرة بالظبط. كل فرع منه بيحمل نفس خصائص الأوريجين، وبتكرار العملية دي بأشكال مختلفة بينتج النتيجة النهائية لنا. ومن خصائص برضو الهندسة الإسلامية حاجة اسمها self similarity، اللي هي تكرار نفس أصل الشكل الأصلي بمقاييس مختلفة. وليه في جزء أيضا حاجة اسمها subdivision، وليه خصائص fractal، وده اللي كان تخصصي في الدكتوراه، وخصائص parametric. بما إن أصل كل الهندسة الإسلامية هو مربع بيدور حول مركز دائرة، ومنها بتتشعب كل الأشكال الأخرى معتمدة على النسبة الذهبية ونسبة المربع. في المثال ده مثلا الدائرة مقسمة لعدد نقاط، أنا ممكن أتحكم في عدد النقاط ده وأقول النقاط دي وصل ما بينها ببوليجون، والبوليجون دي لو أنا زودت عدد النقاط هتزود البوليجونز اللي موجودة، وبالتالي هتبدأ تكون النجمة الإسلامية. عند تكوين نمط معين بيكون في حاجتين أساسيتين، الشبكة والنمط نفسه. ومع تعدد الشبكات المربعة والمستطيلة والسداسية والمثلثية واختلافها بينها وبين بعض، وكمان اختلاف وضع النمط داخل الشبكة، ممكن يتحط بشكل عمودي أو أفقي، ممكن يتحط بشكل مائل، فبيديني variations لا متناهية من الهندسة الإسلامية. هنتنقل للجزء الثاني الثالث، وهو أمثلة لتطبيق التطبيقات الموجودة في المباني في الوقت الحالي، وبتنقسم لثلاث فروع أساسية. أول حاجة الغلاف الخارجي، ثانياً التغطيات والأسقف، وثالثاً الحوائط والأبواب. أولاً القشرة الخارجية، وهركز في الأمثلة دي على الأمثلة اللي استعارت المشربية، وإزاي طورت فكرة قديمة لديزاين جديد وأشكال هندسية مستحدثة. أول مثال هنا هو برج الدوحة، تصميم المعماري جان نوفيل، ويعتبر برج إيكو. هو كمان عمل ربط بين الهندسة الإسلامية مع شكل الأسطواني المعاصر، والفكرة دي مستوحاة من المشربيات، وهنلاقي إن الفكرة دي بتتكرر وفي أمثلة معاصرة كثيرة جدا، وده لأهمية عنصر المشربية في بلاد حارة زي البلاد العربية لهدف بيئي، وهو تقليل أشعة الشمس والحرارة داخل المبنى، وكمان لهدف اجتماعي وهو الاحتفاظ بخصوصية المبنى بالخصوصية الداخلية. هنلاحظ هنا القشرة الخارجية مكونة من ثلاث طبقات رقيقة من الزخرفة بمقاييس مختلفة. أكبر مقاس بيغطي كامل المبنى، وبرضه في مقاس المتوسط بيغطي كامل المبنى، لكن المقاس الصغير خالص أصغر حجم دي تعتبر طبقة غير مكتملة زي ما واضح في الصورة اللي في النص، وكانت الكثافة الأكثر فيها للمناطق المواجهة للشمس في الغرب والشرق، وكمان بتقل شوية في الجنوب وبتقل نهائياً في الشمال. تم استخدامها لانكسار أشعة الشمس وتقليل دخول الأشعة المباشرة داخل المبنى عن طريق الغلاف الزجاجي، أو وكمان لها فايدة إن هي بتساعد في الحماية من الأتربة. الفكرة دي طبعاً إحنا مفتقدينها حالياً في المباني الجديدة إذا كانت سكنية أو عامة، لأنها بتساعد على تقليل الأحمال الحرارية للمبنى، وخصوصاً في الأبراج المعتمدة على الزجاج كغلاف خارجي في المناطق الحارة. بمحاولة تحليل هندسيات النمط ده، وجدت إن معتمد على جريد اسمها المثمن والمربع اللي هي Octagon Dot Pattern، وكل خط منه بينقسم وبيكون النجمة المثمنة. جان نوفيل أطلق على النجمة دي الفراشة، وبتتكرر عملية السب ديفيجن بسكيل أصغر ثم سكيل أصغر علشان يكون الثلاث شبكات اللي احنا شايفينها بشكل نهائي. تاني مثال معانا هو برج البحار، ويعتبر أول إيكو تاور يعتمد على دايناميك intelligent skin، يعني القشرة الخارجية بتاعته متحركة وكمان فيها شيء من الذكاء لأن فيها sensors، وده كمشروع large scale.
بعد مبنى موندي أراب موجود في باريس اللي اتكلم عنه مهندس عمر سليم، وبرضو اتكرر في استخدام القشرة الخارجية على نمط الهندسة الإسلامية، بيغطي 3 جهات برضو ما عدا جهة الشمال وهي الأقل جانب يتعرض للشمس، بالإضافة لاستخدام النمط بتحريك ميكانيكي يعتمد على سنسورز مبرمجة على حركة الشمس وكمية الضوء المطلوبة للدخول، مما ساعد على التحكم في الفترات الغير مشمسة أو بالليل مثلا. الفكرة دي ساعدت على تقليل استهلاك الطاقة للمبنى بنسبة 50% من البرجين مع بعض و 80% من دخول ضوء الشمس في النهار. والشبكة التخطيطية للمبنى هي التجريد من المشربية، واعتمدت على شبكتين أساسيتين هما سداسيتين، واحدة منهم سداسية وهي دي اللي ثابتة، والتانية متقسمة لمثلثات وهي دي المتحركة، وتم تطبيقها على الورق أولا بطريقة الأوريجامي عشان يشوفوا المثلث لما اتفرد خالص بشكل عامل ازاي، ولو اتلمت المثلثات دي كلها واتقفلت بيبقى شكلها عامل ازاي. في الفيديو اللي جاي بيوضح ازاي استعار الفكرة من المشربيات، ازاي اتكونت، وبيوضح كمان كيفية دراسة حركة الشمس على مدار السنة لحساب زوايا الميل المختلفة. هو طبعا عشان هو قديم فهي دي نسخة قديمة من راينو. هنا الشهور المختلفة عشان يحسب زوايا الميل والفتحات. في مثال تاني معانا اللي هو مسجد المدينة التعليمية، وده يعتبر من المباني الفريدة في العمارة الإسلامية الحديثة، له طابع مميز لأنه هو قدر يعمل زي خلطة ما بين الهندسة والتصميم بالإضاءة مع لاندسكيب والخط العربي بمقاس كبير موجود على الحوائط الخارجية والواجهات، وتطبيقه على فراغات واسعة وبمساحة كبيرة، فكان خلى المبنى ده ليه تميز وكمان محبب لكل من زاره. اعتمد على باترن اسمها البنتاجون باترن. البنتاجون باترن هي تعتبر من الانماط اللي صعب تكرارها، مش زي السكويرد جريد ولا الريكتانجلر جريد، هي ما بيحصل لهاش يعني النمط مش بيتكرر، فبالتالي بيبدا البنتاجون لما بحط مع بنتاجون جنبه بيطلع مسافات بينيه على شكل معين وساعات على شكل طائر. فالخطوة اللي هو استخدمها المصمم بعد كده بعد ما عمل البنتاجون باترن ان هو قسمها لمثلثات، وبعدين اختار ما بين المثلثات دي ايه الفراغات اللي هيعملها ازاز وايه الفراغات اللي هيعملها مصمتة. تم تنفيذ الفكرة دي في الغلاف الخارجي للمبنى وايضا في الفواصل الداخلية بين مصلى السيدات ومصلى الرجال، هما سموها زيجزاج باترن، هي دي الوحدة الأساسية اللي بتتكون منها اللي بيتبنى عليها بقية وحدات الواجهات الخارجية والبارتيشنز الداخلية. هنا طريقة التركيب بتاعت الوحدات المثلثات، طبعا شايفين حجمها كبير جدا. المثال الثاني هو مبنى كلية العلوم والهندسة. المبنى ده كان واجهاته بكامل الأربع واجهات بتاعته معمولة بالباترن ده. الباترن هو اسمه باترن بن روز. أطلق عليها بن روز نسبة للعالم اللي عملها تصميم أو اكتشفها في السبعينيات، لكن هي طبعاً كانت مستخدمة قبل ذلك لعمل المقرنصات في القرن الثاني عشر. البنروز دي بتعتبر من أصعب الأنماط برضه اللي مش بتتكرر زي البنتاجون باترن. لم يعني أنا لقيت صعوبة إن أنا أرسمه على جراس هوبر، بس كان فيه في باراكيت أوبشن إن أنا أقدر إن أنا أحطه أرسمه، وكمان أتحكم في عدد الريكيرشن بتاعته اللي هي عدد أفرع الشجرة بتاعته قد إيه. زودت عليها إن أنا أستخدم راندوم سبيسز إن أنا أعملها فتحات وأتحكم في مدى بعدها وقربها عن بعض. كمان في قانون تاني اللي هو الاوفست بتاع او حجم النافذه او الفتحه نفسها
من حدود الجريد اللي موجودة، وبقدر أطبقها على أي واجهة أنا ممكن، يعني أيا كان شكلها أو أي سطح. الجزء اللي جاي عن التغطيات والأسقف. من التغطيات المميزة هو متحف اللوفر بأبو ظبي، فهي تغطي مساحة 97,000 متر مربع، واستخدم الإسلاميك باترن نفسها اللي مستخدمها في برج الدوحة مع الاختلاف في التنفيذ. هنا اعتمد على المالتي ليرينج اللي بتسمح بنفاذ 1.8% فقط من أشعة الشمس الخارجية. وهنا هنلاقي الطبقات اعتمدت على السب ديفيجن، وكمان الباترن بعد ما اتعملت عمل لها روتيشن حول المركز بتاعها عشان تغطي المساحة الكبيرة دي. والباترن بقى كان فيها دبل لاير، لاير من تحت الاستراكشر بتاع السقف ولاير من فوق. المثال اللي بعد كده متحف مشيرة. المتحف ده استخدم نفس باترن البين روز بس بسكيل صغير شوية، نفس اللي كان في جامعة حمد. وهو استخدمه لتغطية المبنى أو جزء الفناء بالذات، مع تخصيص بعض الأماكن مفتوحة للإضاءة الطبيعية، وفي كمان توزيع الإضاءة الصناعية موجودة في المربعات اللي على شكل مربعي. تم استخدام نفس الباترن دي هنا في الفواصل الخارجية وفي العقود. لو على سكيل أكبر شوية، فحالياً مباني الستاديومز هي استعراض أيضاً لاستخدام البارامتريك ديزاين. في المباني بالذات اللارج سكيل، استاد السمامة هو استعار شكل القحفية كعنصر تقليدي لملابس المجتمع الخليجي، وتم تجريدها باستخدام نسبة الفيبوناتشي علشان يرسم الجزء اللي فوق اللي هو برضو مستخلص من زهرة عباد الشمس. وكان في عمل تقاطع معاه بشكل بيضاوي لتحديد أماكن الفتحات العلوية الأكثر تعرضاً للشمس برد. كتحليل للنمط هنا، فلقيت إن هو في قانون يعتمد على دايرتين أساسيتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، معتمدين على نفس الراديوس. وبيوجد قانون تاني بيحدد عدد الدوائر الموجودة ما بينها. أنا ممكن تبقى 4 دوائر ما بينهم أو 20 دايرة حسب قد إيه أنا عايزاها سموث. وبنحدد في كل قانون المينيمم والماكسيمم فاليو بتاعته على كنترولر، بيبقى زي سلايدر سلايدنج بار او نمبر سلايد. بقدر احدد منه الفاليوز علشان اشوف شكل او الفاريشنز المختلفه للنتائج. في قانون تاني كان موجود لتحديد النقاط او تقسيم كل دائره عليها بعض النقاط، برضو العدد انا اللي بتحكم فيه، وبعدين بوصل ما بين كل نقطة، مثلا النقطة الأولى من الدائرة الداخلية بالنقطة الأولى من الدائرة اللي بعدها لحد ما تكون الأرك اللي موجود في الاتجاهين دول. وبعدين في قانون اللي حاجة الأتراكتور، أتراكتور بوينت. أتراكتور بوينت دي قانون في جراس هوبر منتشر جدا طبعا دلوقتي، اللي هو بيحدد علاقة أي حاجة بمسافة اللي موجودة ما بين مثلا السنتر بتاع الموديولز دي بالاتراكتور بوينت. وعلى اساسها اقول مثلا كل ما كان مثلا الفتحه قريبه من النقطه دي تكون مقاسها كبير، لو بعيده عنها تقل بنسبه وتناسب يعني بين المسافه وبين حجم النافذه نفسها. لما كنت بجرب الفكره دي عجبت اختي، هي مهندسه معماريه مهندسه ديكور وليها مشغولات خشبيه في الليزر كاتنج، فنفذتها على مراية بالخشب وعملت لها 3 variations ب3 materials مختلفة. الجزء التالي هو الحوائط والأبواب. هنا في مسجد مشيرة يعتبر غني بالباترن، موجودة في كل مكان، في الجدران، في السقف، في الفواصل، في الشبابيك، في الأبواب.
في منها استخدم النجمة الإسلامية ومعظمه اعتمد على الباترن الدايرة، وكان استخدمها بنفس طريقة التداخل اللي موجودة في برج الدوحة، ثلاث مالتي لايرز وبرضه بسكيلز مختلفة وبيحصل لها سب ديفيجنز داخلية. هنا الباترن يعني هو ممكن بتبقى النجمه الاسلاميه المربع الواحد ممكن اقسمه لاربع مربعات، وفي كل مربع هو ده اللي بيبقى فيه ربع دايره، انا بتحكم بقول له كل يعني مقاس كل دايره قد ايه، واحده مقاس الجريد الاصليه قد ايه وعددها قد ايه، وربع دايره طبعا بيكون موجود في كل كوادرنت يعني منه، وبيحصل برضه سب ديفيجنز، وفي الاخر بيديني الثلاث شبكات المتراكبة فوق بعضها اللي استخدمت في الأبواب واستخدمت في الحوائط. حتى هنا استخدمت كتكسيات للحوائط كمان بشكل مصمت. بالإضافة للثلاث نقاط اللي احنا ذكرناهم، هتنقل هنا على التطبيق بتاع الدكتوراه، وهو كان تجربة لاستخدام الخصائص الهندسة الإسلامية النمط الإسلامي في تشكيل المعماري للكتل. بدأت بتجميع المعلومات وتحليلها عن المدارس المملوكية الموجودة في القاهرة، ويعني قلت ممكن لو عملت أبليكيشن يقدر إن هو يحلل الوضع الحالي أو الوضع المثال اللي عندي أيا كان الكيس ستادي، أحلله ومنه يقدر يطلع لي variations جديدة أو designs جديدة أقدر إن أنا أعتمد عليها. هي العمارة يعني ككتل هو الوضع كان مستخدم من زمان في المعابد الهندية وفي الكاتدرائيات، إن أنا ممكن أعمل كتلة كبيرة وتبدأ يعني هي بتبقى اسمها fractal forms، وبتبدأ الكتلة الكبيرة دي يكون فيها كتل الجيل الأول وبعدين الجيل الثاني، فقلت ما هو ده ممكن يكون بالتحليل النسب المدارس الإسلامية، لقيت إن هو في نفس الصفة دي. لما كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في الأول مربع، في بدايته خالص كان مربع بسيط، وبعدين اتنقل في العصر الأيوبي بدأ يبقى ليه اتنين إيوان، الإيوان القبلة والإيوان المقابل له، وفي العصر المملوكي بدأ تبقى المدارس يبقى ليها أربع إيوانات حول الفناء الداخلي. لو بصينا مسجد مثلا لمسجد السلطان حسن كتحفة معمارية، هنلاقي أصله نظام هندسي دقيق، يعني لو احنا شايفين ازاي البلان بتاعه اتقسم هنلاقيه على المستوى الكبير كمبنى هو نفس التقسيمة والهندسيات المستخدمة في الأنماط الهندسية الموجودة على الحائط، من أكبر سكيل كبير لسكيل صغير بتاع الزخارف الداخلية الموجودة على الحائط. كان دكتور طارق والي هو اللي عامل الفيديو ده لشرح بيشرح فيه هندسيات المسجد بالتفصيل وعلاقة حتى الحوائط ونسبتها بالفناء وكمان انعكاسها على الواجهة، كل حاجة ليها علاقات هندسية مرتبطة بينها وبين بعضها. طبعا أنا لو فتحت المجال يعني هيبقى كبير جدا عن مسجد السلطان حسن لأنه بيحتاج سلسلة من المحاضرات. لو نظرنا هنا هنلاقي ان مفيش يعني مفيش حاجه سيمتريكال، يعني حتى في الارضيه بتاعه الفناء مفيش حاجه سيمتريكال، كل مربع مختلف عن التاني وكله بيعتمد على موضوع المركز والافرع المتفرعه منه. يعني لو جينا بصينا مثلا للجزء اللي في النص هنلاقي ان الاركان يعني المثلثات الموجوده في الاركان مش موجوده في الركن بالظبط، يعني هي فيها حركه تقريبا يعني كأنها لليسار شوية، كأن المثلثات دي بتطوف حول المركز في عكس عقارب الساعة زي الطواف، زي حركة الطواف، ودي الرسالة الضمنية اللي بيوصلها المعماري من خلال التصميم بتاعه للزوار والمصلين أو للزوار أي مبنى يكون موجود فيه. هنا جمعت أربع أمثلة من العصر المملوكي، أربع مدارس، مدرسة السلطان حسن والسلطان قلاوون وأمير خير بيك وأم السلطان شعبان، والجدول وعملت لهم جدول شفت فيه النسب بتاعت مساحات كل الفراغات الداخلية ما بينهم، وحتى كل فراغ مساحة نسبة الطول للعرض قد إيه،
والproportions اللي ما بينهم. وحددت هنا عملت لهم overlaying عشان أعرف إيه الكومن ما بين الأربع أمثلة دي عشان أقدر أعمل زي موديل ينفع أحقق بيه النوع ده من المدارس. وحددت المتغيرات بتاعتي البارامترز الموجودة والمينيمم فاليو والماكسيمم فاليو. فعملت الموديل كله مبني على بارامتر واحد هو الراديوس بتاعة الدايرة الموجودة داخل المربع الفينال. كل المقاسات الأيوانات اللي حواليه معتمدة على الراديوس ده. إذا كان ممكن تبقى دبل الراديوس، يعني ممكن تكون روت 2 للراديوس، يعني كل المقاسات اللي حواليه معتمدة عليه. لو مجرد غيرته هو بيتغير عليه كل الأيوانات والفراغات اللي حواليه. الخطوة الثانية استخدمت الموديل عشان أحلل بلان بتاع مثلا مدرسة السلطان حسن. حولت كل العلاقات والإيوانات الموجودة بالفناء لمعادلات رياضية، وإيوان القبلة والإيوان المقابل له برضو كل واحد منهم ليه سلايدر بار أو كنترولر، وكمان في بعض القوانين مستخدمة للإظهار وإزاي أطلع لون الكتلة نفسها. وفي الاخر بيبقى فيه زي كنترول بار كبير كده بيبقى فيه كل البارامترز بتاعتي عشان اقدر ان انا احرك السلايدر من مينيمم فاليو او ماكسيمم فاليو او حسب انا عايز عشان يطلع لي الفاريشنز المختلفه زي هنا مثلا. كل دي نتائج مبنيه، كل واحده منهم مبنيه على مدرسه معينه من اللي موجوده وعلى نسبه مدرسه معينه. هنلاقي في بعض الحاجات الاربع ايوانات تقريبا قد بعض، في بعض الايوانات ايوان القبلة عليه ستريس كبير منه، في كمان حتى كمان حطيت البارامتر بتاع ان ساعات الفناء الداخلي ما بيبقاش مربع صريح، بيكون في استطالة بسيطة ناحية القبلة علشان تأكيد على اتجاه القبلة في الديزاين. الفيديو ده بيوضح استخدام الكنترولرز، بحدد منه عدد الجينيريشنز كمان اللي انا محتاجاها تطلع من كل مربع أو من كل إيوان، كل فرع منه، ولازم برضو بحدد الكونسترينتس بتاعتي الليميتس علشان بيوصل لمرحلة بيحصل فيه تداخل بين الكتل بينها وبين بعضها، فبيكون الفراغ يعني غير أدامي إن يعني حد يكون موجود فيه. وده ممكن يبقى ليه انعكاس مش على الفورم بس، يعني ليه انعكاس على إن أنا أجمع القوانين دي على structure، على environmental codes وأحولها لمعادلات داخل الراينو جراس هوبر، هتساعدني في استخراج تشكيل لمبنى بقدر برضو أعمل له evaluations ببرامج عشان أشوف إذا كان هيديني optimization كويسة للاستخدام والكتل ولا لا. في النهاية في بعض التوصيات سريعة، يعني مش بشكل متعمق. أول حاجة إن إحنا عشان نعمل فورم نقدر نتحكم فيه بالكامل بيحتاج التصميم البارامتري عشان أكون محدد تفاصيله كلها، وبيكون موجه ومقيد بمتغيرات ومحددات. ده كمان بيفتح مجال إن إحنا ممكن مش بس إن أنا أعمل فورم جديد، لا ممكن أستخدم موضوع المشربية أو التغطية الحديث اللي هي موجودة بشكل حديث إن أنا أعمل غلاف خارجي لمبنى أوريدي قائم، يعني ممكن مبنى قائم أعمل له إضافات مشربية بحيث إن أنا أقلل الحرارة الداخلة أشعة الشمس اللي داخلة للمبنى، وخصوصا في المناطق الحارة زي المناطق الموجودة في الشرق الأوسط. أو ممكن تغطية لفناء موجود. وكمان في برضو بعض الرسائل كانت بتتكلم عن parametric design في النسيج العمراني، ودي يعني أتمنى من الباحثين ممكن يهتموا بالجزء ده، إزاي إن أنا أعمل مدينة إسلامية وبرضو معتمدة على القوانين والعلاقات الهندسية اللي كان موجودة في الشوارع وعرض الشوارع ونسبة المباني اللي حواليها وارتفاع المباني عشان أقدر أطلع نسيج عمراني على النهج الهندسة الإسلامية. في النهاية بحب أشكركم وبشكر حسن استماعكم، وأتمنى بس ما أكونش طولت عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا بيها إن شاء الله. شكراً.
جزاكم الله كل خير يا دكتورة، ألف شكر لحضرتك، يعني محاضرة رائعة، وهستأذنك بس هناخد بعض الأسئلة، باشمهندس علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، أنا مهندس معماري من العراق، اسمي علي، فأهلا وسهلا بكم وشكرا للدكتورة على المحاضرة الجميلة، واستفادينا كلش من عندها. عندي بعض الأسئلة إذا سمحتوا. كيف ممكن أحصل على رسالة الماجستير والدكتورة للدكتورة، لأنه كلش مهتم بهذا المجال، وشنو الأساس اللي أتبعه حتى أوصل القوانين والكود والمعادلات اللي استخدمتها الدكتورة مثلا بشرح المسجد السلطان حسن مثلا، شنو الأساس اللي أتبعه؟ شكرا. شكرا باشمهندس. هو كل يعني الرسائل الأبحاث كلها موجودة على الإنترنت، يعني هبعت لحضرتك اللينكات بتاعتها، ممكن أبعتها يعني مهندس عمر يحطها على بيم أريبيا. بالنسبة للرسائل نفسها برضو ممكن أستأذن الكلية، أنا ممكن أنشرها بإذن الله. من الحاجات الكويسة في الهندسة المملوكية، في العمارة المملوكية، إن هي مصادرها كتير جدا على الإنترنت. يعني كان في ناس كتير، يعني ناس درستها بشكل كبير، وبالذات العلاقات الهندسية اللي موجودة في المساجد وفي المدارس وفي الزخرفة بتاعتها وفي الأفنية، فمصادرها كتير تقدر إنك أنت تستغلها، ممكن تشوفها من منظورك بشكل تاني، تقدر تبني عليه وتكتشف منه حاجة جديدة إن شاء الله. ربنا يوفقك بإذن الله. أنا حطيت الرابط بتاع جوجل سكولر لحضرتك، في أربع مقالات. ايوه بالظبط بالظبط يا شمس، شكرا لحضرتك. الله يكرمك يا دكتور. طيب، في حد عنده أي أسئلة ثانية؟ في باشمهندس طارق، اتفضل باشمهندس. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور أمين. أنا خريج جديد من الأردن، تمام، خريج عمارة جديد، وكنت انترستد في البارامتريك ديزاين، نحكي من سنة هسه، يعني بلشت إحدى التطبيقات اللي كنت أحاول فيها اللي هي على كروس فولت في العمارة الإسلامية، فبلشت حتى في القوس المخمس وما إلى ذلك، وكان التطبيق أنا كثير عجبني، بس كان عندي مشكلة في الريفرنسز اللي ممكن أرجع إلها في العمارة الإسلامية. يعني لما لقيت تطبيق الباترنز شيء كثير اثار اهتمامي، ما كنت اعرف عنك، كثير تشرفت صراحه في المحاضره، فما بعرف ممكن تساعديني في الريفرنسز او ايش ممكن اعمل، وشكرا شكرا لك كثير. العفو باشمهندس طارق، تحت امرك. هو يعني انا ما كنتش متخصصه في موضوع الفولتس قوي، بس ممكن يعني نبحث سوا، يعني اكيد اكيد هنلاقي مصدر ان شاء الله، ولو لقيت حاجه هبعتها لحضرتك ان شاء الله. لو عايز مثلا في ايميل وعايزين تتواصلوا عليه هبعته في الشات هنا، اي حد محتاج اي سؤال، اي مرجع في اي حاجه، يعني ان شاء الله نتواصل، ويا رب يكون في فايده للجميع ان شاء الله. بإذن الله دكتور. بس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Thank you for this nice event and for the valuable information that shared with the doctora. If it's possible, I'll talk in English. If it's not, I'll try to make it Arabic because my Arabic language is not good. Okay, no problem. ناخذ راحتك. Okay, English. Oh, thank you. Like, we are very familiar with the parametric design and the parametric, let's say in Islamic or other fields. We know that parametric is you have parameters and you're gonna input the parameters, you're gonna have the model. Is there the like aku amaliya aksiya mathalan, you have the model itself and you put it in the machine or let's say a software, and it will analyze for you the parameters that are basis for the creation of the model. Is it clear the question or يعني حضرتك تقصد ان لو في مثلا ان احنا بنبدا بالبارامترز نطلع منه
لموديل. حضرتك عايز توصل لمرحلة عكسية ان يكون في الموديل اقدر اعرف parameters بتاعة المبنى بتاعته ايه، صحيح؟ Absolutely, yes. تمام. هي الفكرة بس ان يعني هي بتعتمد، ممكن تلاقي forms كتيرة شبه بعض، ممكن تلاقي معماريين كتير عملوا forms قريبة من بعض، لكن البداية كل واحد ممكن تكون مختلفة تماما حتى لو النتيجة واحدة. فهتلاقي ان انت عشان توصل لاصل البارامترز لازم تعرف داتا عن الفورم نفسه والانفايرمنت اللي كانت موجوده، وتعرف ايه زي الانتنشن بتاع المعماري ان هو يصمم مبنى زي ده او 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 اي فورم موجود. بس هو في حاجه ممكن يعني مش عارفه تفيدك ولا لا في تحليل الكتل. كان في حاجه عن في جراس هوبر لسه كان امبارح، يعني شفت زي كتاب معمول بيحلل الكتلة كـ3D، يعني هحاول افتكر اسمه وابعته لك. يعني بيحول كتلة 3D ويعملها ويشوف السلايسز بتاعتها مثلا، يشوف السكشنز بتاعتها، لكن ان هو يوصل هي اتبنت ازاي دي محتاجة انك تعرف البروسيجرز او البروسيس الديزاين بروسيس بتاعتها. يعني ده من وجهة نظري. تمام تمام باشمهندس وليد. Thank you, Doctora. I got the idea. Actually, I was interested if there is something that can reverse the procedure. But as you said, technically nowadays you cannot find it. You have to know what was the base that they started. أي بالضبط صحيح. Thank you. السلام عليكم. شكرا شكرا دكتورة مي. الحقيقة أنا تعرفت على فيديوهاتك آخر مرة في على اليوتيوب، شفت آخر فيديو معك وليد باحث طالب دكتوراه، أنا حاليا في بلجيكا، وموضوع البحث تاعي هو تقريبا عن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ألو؟ أيوة ألو؟ حضرتك. أيوة. حالياً أنا بحث عن يعني تخطيط المدن الإسلامية، أو هل يعني كانت تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مفهوم عام، لأنه حتى يعني تاريخياً في التاريخ الإسلامي وفي السيرة النبوية أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعفي ابن أم مكتوم من صلاة يعني المسجد. أنا أعتقد أن العمارة الإسلامية أنها أخذت بعين الاعتبار هذا الجانب فيه، وبالتالي حب نشوف معك إذا كان ممكن. أحتاج الأطروحة نتاعك تاع الماجستير وأطروحة الدكتوراه والمقالات، وإذا كان ممكن هل فات عليك تقارب من شيء من هذا، يعني كيف وكيف ممكن ندخل البارامتريك ديزاين في نطبقه على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، خصوصا أنهم هما يستعملوا نظام عد خطوات، يعني حتى من هو النظام يقدر يكون رياضي. شكرا دكتورة. شكرا باشمهندس، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. وموضوع يعني انترستنج جدا، وانك حضرتك تقدر تعمل دمج ما بين العماره في المدن الاسلاميه مع الـ يعني ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني ربنا يوفق حضرتك في الموضوع ده ان شاء الله. هو كان في بعض افكار، يعني كان في بحث عدى عليا في موضوع تخطيط المدن الاسلاميه، فلو هحاول برضو أبعته لحضرتك، لو حضرتك تقدر تاخد القوانين اللي كانت موجودة وتضيف عليها القوانين الموجودة في العمارة الإسلامية اللي قصدي المحتاجينها في ذوي الإعاقة البصرية، إنك مثلا تقول حدود الشارع عرضه قد إيه، لو حضرتك ممكن يبقى مثلا البارامتر بتاعك بالخطوة، يعني هتعتمد على الستب عدد الستبس، فبالتالي تقدر تبني عليه التصميم وتشوف هل ده فعلا كتنفيذ هيقدر يناسب ذوي الاحتياجات الخاصه، وتعمل يعني التستنج على الموضوع ده
وبس هو يعني هو موضوع شيق جدا بصراحة، وأتمنى إن شاء الله ربنا يوفق حضرتك فيه بإذن الله. تمام. باشمهندس رجاي، باشمهندس رجاي، طيب في حد أيوة. أنا معمول لي ميوت. أنا بس عايزة أسأل الدكتور على حاجة. هو أنا لسه طالبة، أنا لسه في سنة تالتة. أنا كنت عايزة بس أسأل حضرتك يا دكتور، اللي هو أنا لو أنا بجد بحب الحاجات البارامتريك دي جدا، وبحب دايما الحاجات اللي هي برضو الإسلاماتيك وكده. فيعني أنا حاولت قبل كده في مشاريعي في الكلية اللي أنا أحاول أميكس مع بعض كده، بس يعني أنا حابة أنا أعرف أكتر عن الموضوع ده. فحضرتك ممكن تنصحيني مثلا لو في ويب سايتس معينة أو كتب أو كده أقدر اللي أنا أتعلم فيها أكتر عن الحاجات دي؟ أنا بحاول أدور بس مش عارفة إيه أحسن مكان أدور فيه. هو طبعا يعني هو اكتر حد يقدر يفيدك في الموضوع ده مهندس عمر، لان هو اكتر واحد ملم بالمصادر اللي تقدر تفيدك تكنيكالي في موضوع البارامتريك ديزاين. في كورسز كتيره جدا، يعني انا بدات اخد كورسز في الموضوع ده يمكن حوالي 12 13 سنه، وكل مره باخد الكورس بفهم فيه حاجه معينه. هي الفكرة بس فيه، لأن علشان تقدري تكوني ملمة بموضوع، يعني يكون طبعا عندك خلفية رياضية، بس مش شرط. يعني هو ممتع للي حابب، اللي ما بيش مش هيخاف منه. يعني مجرد ما تلاقي مثلا ساين وكوزان هيبقى الواحد يترعب من الحاجات اللي موجودة، من الماثيماتيكس الموجودة، بس انت تقدري تستخدميه كموديلينج بالأوامر العادية خالص. لو مثلا بتشتغلي سكتش اب، يعني 3 دي ماكس، نفس الحاجات دي موجوده جوه جراس هوبر نفسه، اللوفت والسيرفيسز والنيرفز والحاجات دي. ممكن بيتضاف عليها بقى الجزء الماثيماتيكال لو عايزه تزوديه. الكورسز برضو يعني مهندس عمر يقدر يقول لك، واحنا يعني كنا بنقدم حاجه زي كده في جيت انفورم، بس احنا موقفين حاليا يعني الكورسز. فممكن ان شاء الله، يعني هو اكيد هو اعلم مني في الموضوع ده. طيب انت هتبدأوها تاني امتى؟ او اعرف ازاي يعني ممكن اتواصل مع باشمهندس عمر ازاي؟ متهيألي عن طريق بيم أريبيا، وممكن برضو يعني هبعت الإيميل تاني لو في أي حاجة مثلا فتحت إن شاء الله، يعني ممكن نبلغه بإذن الله. ميرسي جدا يا دكتور، بالتوفيق لك إن شاء الله. طب انا حاطط ده اللينك بتاع الانستجرام بتاع دكتوره مي واللينكد ان وجوجل سكولر، فالناس تقدر تتواصل معاها بشكل سريع يعني. تمام. باشمهندس عدنان، باشمهندس عدنان اتفضل. يعطيكم العافيه، ويعني كل الامتنان لبي ام ارابيا ودكتوره منال او منى عفوا على يعني المعلومات الرهيبه. انا عدنان نابلسي من الاردن، طالب سنه ثالثه بالعمارة. في سؤال صغير، يعني أنا بلشت شوي في البارامتريك، بس في عنا مشكلة أو بشوفها إنه عدم تقبل أحياناً الكادر التعليمي، لأنه إحنا بمواد التصميم المعماري نبلش في بالبارامتريك تطبيقها بالمشاريع اللي موجودة وهيك، وبنحس الدكاترة نفسهم إنه بيصيروا يحدونا بهذا الموضوع، إنه لأ ما يعني ما تطلعوش المدى تاعكم بالتفكير، ما تعملوش، كونوا محدودين، مربعات، مستطيلات، ممكن دوائر. فيعني ايش في ممكن الواحد يكون في شويه فلكسبيليتي ما بين الدكتور او يعني ككادر تعليمي وما بين الطالب، وبنفس الوقت الواحد يتوسع في المجال البارامتريك؟ وشكرا لكم مره ثانيه. العفو باشمهندس عدنان، جزاك الله كل خير، ربنا يوفقك باذن الله. والله هو يعني الموضوع اللي بتقوله ده هي مشكله حياه، يعني انك تقدر تحقق اللي انت عايزه في نفس الوقت تقدر توازن ما بين المتطلبات الكلية. فهو مش صعب أبدا، لأن هم يعني هم ممكن ساعات بيبقى فيه عندهم رؤية الدكاترة إن بلاش نستخدم الفورمز اللي هي مثلا شكلها فلويد شوية، أركيتكتشر بيبقى ممكن هم شايفينها مثلا مش واقعية. لكن انت تقدر تستخدم البارامتريك ديزاين إنك تطلع تصميمات معتمدة على دوائر ومربعات، وتقدر تعمل لها اوتوميشنز، وتقدر تعمل يعني حاجات كتير جدا.
تقدر تعمل يعني تصميمات اللي هي مبنيه على الكيوبس مثلا، يعني اوتوميشن، انك انت تقول انا عندي مثلا بيلدينج معين او ريزيدنشال معين، هعتبر مثلا ان اليونت بتاعتي هي الكيوب، وعايز اعمل له اوتوميشن راندوم بحيث يعمل لي فورميشن مختلفه، واشوف شكل البيلدينجز ده شكل البيلدينج ممكن يكون عامل ازاي. يطلع لك بقى فاريشنز كتيره جدا، مش شرط البارامتريك يكون منحصر بس في الاجزاء اللي هي الفلويد اركيتكتشر والحاجات اللي هي زي ده حديد والحاجات اللي هي العماره المائيه شويه. فتقدر تستخدمه وتطبقه على حاجات ببيزك شيبس يعني اقصد. فالموضوع باذن الله ربنا يوفقك فيه ان شاء الله، وباذن الله يعجب الدكاتره ان شاء الله وتنجح. في سؤال، انا قسم الافضل لدراسه الماجستير اللي بيدعم مجال البرمجه، هل هو كومبيوتيشنال ديزاين ولا ديجيتال ديزاين؟ هما الاثنين يعني انا بحسهم واحد، بس هو يمكن الكمبيوتيشنال متخصص اكتر، لان هيبقى لان الديجيتال ممكن يكون ليه علاقه مثلا بالسنسورز بالحاجات اي حاجه ديجيتال، لكن الكمبيوتيشنال هيبقى ليه علاقه بالالجوريزم، ويبدا اكتر تدخل في المعادلات الرياضيه في العلاقات الهندسيه، فيمكن يكون هو ده يكون يعني يكون اقرب مثلا للبارامتريك ديزاين. تمام، جزاكم الله كل خير يا دكتورة، وألف شكر على سعة صدرك وعلى المحاضرة الرائعة والمعلومات الجميلة دي. الله يكرمك دكتور. أنا بشكر حضرتك يا باشمهندس، يعني حضرتك سنحت لنا الفرصة دي، وبتمنى البيم أريبيا دايما التوفيق والنجاح إن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله. أشكركم كلكم. الله يكرمك دكتور.